يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حار على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد، وفي الصباح الباكر طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على معظم محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من العاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 34، الصغرى 24، إسكندرية 31، 21، مطروح 29، 20، بورسعيد 29، 24، والإسماعيلية 34، 21. نذهب إلى السويس. السويس العظمى 34، الصغرى 22، العريش 30، 19، طابة 31، 23، شرم الشيخ 34، 25، والغردقة 35، 23. نذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 38، الصغرى 22، أسوان 39، 24، الوادي الجديد 38، 21، حلايب 32، 24، وأخيرا شلاتين 33، 25. والآن مشاهدينا نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.